السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سامي، والنهاردة هنتكلم في الفيديو ده عن نسختين من الأوبو F5. أنا طبعا عملت نظرة أولى على الأوبو F5 وعيوب ومميزات الأوبو F5، ممكن تروح تشوفها من الآي اللي فوق دي، ولكن أوبو نزلت نسختين من F5 أو كده 3 نسخ. أول نسخة اللي هي أول نسخة نزلت من F5 اللي هي 4 جيجا رام و32 جيجا. تاني نسخة نزلت من F5 اللي هي 6 جيجا رام و64 جيجا، ولكن أوبو في أول السنة جت ونزلت الأوبو F5 يوث أو الشباب، للشباب يعني، مش عارف التاني ده للعواجيز ولا ايه، ولكن ده للشباب. ايه عبارة عن ايه الأوبو F5 يوث ده اللي هو معايا هنا باللون الاسود وفي منه اللون الذهبي؟ عبارة عن هو بالظبط نفس الأوبو F5 ولكن ب 3 جيجا رام بدل 4 جيجا رام 3 جيجا رام، والذاكرة الداخلية بتاعته برضو 32 جيجا، فأصبح ان هو ب 3 جيجا رام و 32 جيجا ذاكرة داخلية. ولكن الفرق التاني في الجهاز وهي الكاميرا. فالأوبو F5 يوث بيجي بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 بدل من 16 ميجا بيكسل في العادي، والكاميرا الأمامية اختلفت برضو بحيث انها بتيجي بدقة 16 ميجا بيكسل بدل ال 20 ميجا بيكسل اللي شفناها في F5 العادي. انا جربت الكاميرات الحقيقة لقيتها ممتازة جدا وما تقلش حاجة قوي عن F5 العادي، فرق بسيط جدا وليكن ممكن نقول انها فرق مثلا ميجا بيكسل بس يعني، ولكن شاربنس الصورة والتفاصيل كانت ممتازة في الخلفية والامامية. ولكن هو بالملي نفس الجهاز بالظبط بتاع الاوبو F5 بشاشة 6 بوصة اللي هي ابعاد الجديدة 18:9 بدقة فول اتش دي بلس، ونفس كل حاجة بالظبط بنفس البطارية بنفس كل حاجة، ولكن الفرق بينهم 3 جيجا رام بدل 4 جيجا رام. وكمان موضوع الكاميرا اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، فرق السعر كام؟ ده ال 4 جيجا رام تقريبا ب 5200 جنيه او 5300 جنيه على سودوت كوم، ولكن اليوث ده نازل ب 4600 جنيه على سودوت كوم. اعتقد ان انت لو نزلت في المحلات بتعمل حاجة اسمها حرق بضاعة او حرق الموبايل نفسه، اعتقد ان انت لو نزلت تشتري الموبايل ده من المحل هتشتريه في حدود تقريبا 4200 جنيه. انت متخيل ان انت تشتري الاوبو F5 ناقص بس من 1 جيجا رام 3 جيجا رام عادي جدا زي بقية الموبايلات ب 4200 جنيه؟ انا الصراحة شايف ان ده افضل موبايل بالسعر ده. انا كنت قلت قبل كده اللي هو شاومي المي اي 1 دلوقتي بروسيسور اللي هو الهيليو بي 23، انا من وجهة نظري ان هو اقوى من ال 625 بتاع شاومي. دلوقتي الكاميرات بتاعت الاوبو F5 بدون منافسة اقوى بكتير من المي اي 1، شاشة الاوبو F5 اقوى من المي اي 1، ولكن طبعا زي ما احنا قلنا في عيوب ومميزات الاوبو F5 في الفيديو اللي هو من شوية كان ان هو ده مصنوع من البلاستيك، ولكن المي اي 1 مصنوع من المعدن طبعا. دلوقتي انا جربت الجهاز ده بقالي فترة تقريبا 3 ايام او 4 ايام، ما لاحظتش فيه اي فرق في الاداء نهائي بينه وبين ال 4 جيجا رام. طبعا في الرام مانجمنت او في ادارة الرامات نفسها، انت طبعا بال 4 جيجا رام دي هتستفيد ان الموبايل لما هتحمل عليه تطبيقات كتير جدا وانت فاتحها في نفس الوقت مش هيهنج ومش هيعمل اي حاجة، ولكن نفس الكلام ده في الموبايل ده اللي هو اليوث، ما لقيتش فيه اي تهنيج، ما لقيتش فيه اي تنتيع خالص وانا بستخدمه، جهاز طبيعي جدا زي F5 الطبيعي جدا. ولكن اكيد هتلاقي لو انت مثلا فتحت تطبيقات كتير جدا 12-15 تطبيق اكيد هتلاقي تهنيج من الجهاز لان الرامة الزيادة دي اتشالت. فده صراحة لسعره يعني اللي هو الفرق الالف جنيه بينه وبين ال 4 جيجا رام ممتاز لو انت البادجت بتاعتك قليله ضيقه شويه، او لو انت الميزانيه مش مظبوطه خالص مع الاف 5 العادي تقدر تروح تجيب الاف 5 اليوث، ده جهاز ممتاز ما فيهوش غلطه فعلا. فانا ارشح لاي حد عايز جهاز ب 4200 جنيه، يعني ممكن كمان شويه ينزل ب 4000 جنيه الله اعلم، جهاز ممتاز الصراحه. جهاز البصمه بتاعته زي ما احنا قلنا من اسرع البصمات اللي في الاجهزه حاليا، جهاز فيه فيشل انلوك او اللي بيفتح ببصمه الوش نفس الاف 5 العادي، جهاز فيه كل حاجه بتاعت الاف 5 العادي بالظبط، بس هو الفرق الوحيد اللي هو
3 جيجا رام بدل 4 جيجا رام. والموبايل ده كمان بالنسبة لسعره هيديك ان انت شايل موبايل اكنه فلاج شيب، شاشة جديدة اللي هي 18:9 راوندد كورنرز اللي هي حواف المدورة شوية، الفيس انلوك اللي انت ممكن تفتح بوشك، انا فتح اهو بوشي دلوقتي من غير ما ادوس اي بصمة، بصمة سريعة جدا، بطارية لحد ما كويسة، كل الكلام ده يعني في موبايل ب 4200 جنيه الصراحة تحفة. ولو عايز تعرف اكتر ومميزات وعيوب الـ F5 عموما تقدر تروح تشوفها من الفيديو اللي لسه طالع في الاي اللي فوق دي. تاني نسخة من الـ F5 واللي هي الـ F5 6 جيجا رام، او انا بسميه F5 Pro، يعني هما ما سموهوش كده بس انا سميته كده. الجهاز ده بالظبط نفس نسخة الـ F5 العادية جدا، بنفس كل الامكانيات بتاعتها ونفس كل الكاميرا بنفس كل حاجة، ولكن الفكرة في ان هو اولا جايب اللون الاحمر الغريب ده، لون احمر الصراحة مستفز، وفي ناس صحابي الصراحة ما عجبهمش اللون ده، ولكن انا عجبني بشكل مريب، يعني اللون رهيب، وبالذات ان هو من قدام اسود، لون تحفة، يعني بيفكرني بحاجة عاملة زي الوان بلس 5 تي الاحمر كده لما نزل، فصراحة اللون ده ممتاز جدا جدا. زائد الستة جيجا رام اللي في الجهاز، فهما دلوقتي في نسخة اليوث شالوا 1 جيجا رام، ولكن في النسخة البرو اللي انا بسميها برو او 6 جيجا رام ضافوا 2 جيجا رام على الـ 4 جيجا رام بتاعت الـ F5 العادي. وكمان مش كده وبس، ده هما ضافوا كمان ذاكرة داخلية 32 جيجا. فاكرين لما كنت بقول في مميزات وعيوب الـ F5 ان هو عيبه ان هو 32 جيجا، فممكن لو حملت عليه برامج كتير قوي المساحة بتاعته تخلص او حاجة يعني، ولكن هنا حلوا الموضوع ده ب 64 جيجا، فالموضوع ده كويس جدا جدا، والموبايل ده ممتاز جدا جدا لدرجة ان انا بفكر ان انا اشيله كموبايلي الرئيسي او موبايلي الشخصي. ولكن وقفت عند حتة معينة جدا، او وقفت عند حتة كبيرة جدا، سعره كام؟ موبايل ده سعره 7000 جنيه او 6950 بقى عشان نبقى يعني بالجنيه. 7000 جنيه او 6950 جنيه انا شايف ان هو كتير جدا جدا على الموبايل ده، سعره فعلا او تسعيره غالي جدا. كنا زمان بنقول ان اوبو تسعيرها بيبقى غالي جدا بالنسبة للاف 1 اس والاف 3 عشان معالجاتهم وعشان امكانياتهم بالنسبة لسعرهم، ولكن لما نزل الاف 5 ب 5200 وب 5000 جنيه كمان، الجهاز ده الصراحة كان تسعيره ممتاز جدا. وكمان لما نزل اليوث ده جهاز ممتاز جدا جدا وتسعيره مفيش بعد كده. ولكن 6 جيجا رام ده يعني هو موبايل تحفة طبعا، وتحط فيه 20 تطبيق مهنكش وكل الكلام ده عشان 6 جيجا رام، ولكن 7000 جنيه انا من رأيي ممكن تشتري بيهم حاجات كتير قوي، ممكن تشتري بيهم فلاكشيب من السنة اللي فاتت، زي حاجات زي عاملة زي الال جي جي 6، حاجات عاملة زي الاس 7 العادي مش الادج، يعني حاجات هتوفر لك امكانيات، طبعا مش هتوفر لك 6 جيجا رام اللي في الموبايل ده، ولكن هتوفر لك برضو شاشة افضل شوية، هتوفر لك ان هو مثلا بروسيسور افضل او معالج افضل بكتير طبعا من المعالج ده عشان فلاكشيب بس من السنة اللي فاتت. الموبايل ده لو كان ب6000 جنيه، يعني لو كانوا من الاخر عملوا ايه، عملوا 1000 جنيه بين كل واحد، ده 4000 جنيه او 4200 جنيه زي ما قلنا، والتاني 5200 جنيه، وده 6200 جنيه، بلاش 6000 جنيه، كان هيبقى ممتاز جدا جدا، خصوصا ان هو زودوا المساحة وزودوا الرام. ولكن انا بس كل اعتراضي عن الموضوع انه سعره. ودي كل حاجة عن الـ F5 برو اللي انا مسميه برو والـ F5 يوث. الصراحة الكسبان في الموضوع ده كله 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 هو الـ F5 اليوث ده، جهاز مش طبيعي بامكانيات مش طبيعية الصراحة، ب 4200 جنيه في المحلات، وممكن ينزل ب 4000 جنيه، ولكن هو على سوق.com ب 4600 جنيه. عموما هسيب لكم روابط الموبايلين دول تحت في صندوق الوصف لو عايزين تشوفوهم برضو، او لو بتفكروا تشتروهم من سوق.com. الموبايل ده ممتاز جدا للي عايز موبايل ب 4200 جنيه، الموبايل ده ممتاز جدا جدا بس مش ب 7000 جنيه. بس هو ده اللي انا كنت بقوله، يعني ده يرخص يبقى ب 6200، اللي في النص 5200، وده 4200، كده يبقى تسعير زي الفل الصراحه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، روابط شراء الاجهزه دي هتلاقوها تحت في الديسكربشن، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تتابعوا كل جديد من القناه. كان معكم محمد سامي في رعايه الله، السلام عليكم.